الذي ينكر الإجماع والقياس أيكون مبتدعا؟ الإجماع ما أحد ينكره من أهل السنة، الإجماع الصحيح القطعي ما أحد ينكره من أهل السنة، ما أحد ينكره. أما القياس نعم فيه الخلاف، والجمهور على أنه صحيح وأنه مدرك من مدارك الأحكام. نعم أحسن، لكن الله لا يحكم على من أنكره بالكفر، من أنكر الإجماع من أنكر القياس لا يحكم عليه بالكفر. أما من خالف الإجماع، شوفوا من خالف الإجماع يحكم عليه بالكفر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.